البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأني أظن أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يصبر عليه، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. ونحن نعلم إن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره. لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم، وأما وجه الرب فضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس.
فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحداً اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرطميس كان يربح الصناع ربحاً ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس فقط من أفسس وحدها بل من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعاً كثيراً قائلاً: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضاً هيكل أرطميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها، هذه التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا، وأسرعوا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التلاميذ، وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطرباً، وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذب اليهود إسكندر من الجمع، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع، فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
النهاردة يا حبايبي 27 طوبة، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، آمين. بتعيد الكنيسة النهاردة بتذكار رئيس الملائكة الجليل سوريال، أحد السبع رؤساء الملائكة، ومعنى اسمه بوق الله. والملائكة أرواح نورانية ربنا بيرسلها لخدمة البشر وحراستهم، زي النهاردة القديس يوحنا ذهبي الفم بنى كنيسة عظيمة على اسمه في القسطنطينية وكرسها، وربنا أظهر منها معجزات كتيرة، شفاعته تكون معانا، آمين. وكمان زي النهاردة من سنة 20 للشهداء اللي بتوافق سنة 304 ميلادية استشهد القديس أبو فام الجندي. اتولد في أوسيم أحد مراكز محافظة الجيزة من أبوين مسيحيين غنيين، ربوه تربية مسيحية حقيقية على خوف الله والمواظبة على الصوم والصلاة والشفقة على الفقراء والمساكين. عرض عليه باباه إنه يتجوز لكن هو رفض، ولما كفر دقلديانوس وأعلن الاضطهاد على المسيحيين راح قدسنا لوالي المنطقة واعترف قدامه بالسيد المسيح فعذبه كتير. وفي الوقت ده كان إريانوس والي أنصنة في أوسيم، فأخدوا معاه بلد اسمها قاو وعذبوا عذبات كتير، لكن يا حبايبي كان ربنا بيشفيه ويقويه. فأمر الوالي إريانوس إنه يتربط حجر في رقبة القديس أبو فام ويرموه في النهر، لكن ربنا أرسل ملاكه وأنقذه من الغرق. واتغاظ أكتر الوالي وقال ارموه في أتون النار، وكمان ربنا حافظ عليه والنار ما أثرتش فيه، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، وبعض المؤمنين أخذوا جسده وكفنوه بإكرام جزيل ودفنوه في مدينة طمة وبنيت كنيسة على اسمه، وربنا أظهر من جسده معجزات وعجائب كتيرة، بركة صلواته تكون معانا، أمين. وكمان زي النهاردة من سنة 21 للشهداء اللي بتوافق سنة 305 ميلادية استشهد القديس سيرابيون، والنهاردة كمان الكنيسة تحتفل بتذكار نقل جسد القديس تيموثاوس أسقف أفسس وتلميذ معلمنا القديس بولس الرسول من أفسس إلى القسطنطينية بأمر من الإمبراطور قسطنطين الكبير، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، آمين. عجيب هو الله في قدسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزا لشعبه، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. هللويا، مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا.
ورثنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا، أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له. وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه.